نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدار يومين في عزبة جابر التابعة لمركز الزرقاء محافظة دمياط. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، ذلك بالإضافة إلى إجراء تحليلات معملية وأشعة عادية وموجات صوتية. موجودين النهاردة في اليوم الأول من قافلة عزبة جابر، القرية بتتبع مركز الزرقاء، والقرية بتقدم خدماتها الطبية من ضمن مبادرة 100 يوم صحة تحية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيتقدم فيها وبيتم فيها تكثيف الخدمات العلاجية اللي بتتقدم للمرضى. بيتم فيها كمان فعاليات المبادرات الرئاسية من ضمنها الكشف عن الضغط والسكر والأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، الأورام السرطانية، كمان صحة المرأة والصحة الإنجابية والسمعيات الخاصة بالأطفال والمقبلين على الزواج. كل ده بيتقدم من خلال القافلة ومن خلال الفريق اللي متواجد مع القافلة الخاص بالمبادرة. اليوم تم استضافة عدد كبير من الناس أو الزائرين في جميع التخصصات، وبالفعل كان هناك قدوم كثير من الأهالي، وذلك للعلاج ولأخذ العلاج والكشف عليه. أنا جيت قطعت كشف ليا ولابني في القافلة الطبية المصرية اللي بتيجي هنا عندنا في الكرة دايما، وسعيدة جدا إن مصر فيها الرعاية والاهتمام بالمواطنين، وأحب إنها تتكرر تاني وتجيلنا الناس البسيطة اللي مش قادرة إنها تروح المستشفيات الخاصة تكشف.